تعالوا ندخل في اخبار النادي الاهلي. تاجيل دعوى الاهلي ضد اتحاد الكوره واللجنه القانونيه تجتمع غدا. سمعنا اليومين اللي فاتوا النادي الاهلي انتصر، لا اتحاد الكوره انتصر، لا مش عارف مين نادي انتصر. دايما بتكلم وبقول النادي الاهلي لما بيجي يطالب باي مطالب في الاول وفي الاخر بتكون مطالب للمصلحه العامه قبل ما تكون مطالب لمصلحه النادي الاهلي الشخصيه. لما النادي الاهلي يقول عايزين بلان واضحه او خطه واضحه للماتشات، الاتحاد الافريقي قال يوم 30/6 خلاص اخر ميعاد للكويد، لازم نأيد الفرق عشان نشوف مين اللي هيلعب بطولات افريقيه، مين هيلعب كونفدراليه، مين هيلعب مين هيلعب، فلازم النادي الاهلي يعرف الدنيا هتمشي ازاي. لما النادي الاهلي يقول انا عايز اشوف أيد لاعبتي علشان ابدا بيهم الادوار التمهيديه لبطوله افريقيا من عدمه، فدي حقوق اعتقد ان هي بتفيد الجميع. لما النادي الاهلي يقول عايزين بلان واضحه عشان يدافع عن الفرق اللي ممكن تبقى في المركز الثاني، ممكن في المركز الثالث، المركز الرابع، مش عارفين حاجه خالص، يبقى ده في المصلحه العامه مش مصلحه النادي الاهلي الشخصيه. فالنادي الاهلي لما بينتصر بينتصر للحقوق العامه وليست الحقوق الشخصيه، عشان الناس بس تفهم ونركز. هي مش حرب فرديه بياخدها النادي الاهلي، بياخدها النادي الاهلي لوحده، لكن هي مش حرب هدفها في الاول وفي الاخر هدف فردي، هو هدف جماعي. ودايما النادي الاهلي مطالبه تبقى مطالب للمصلحه العامه، وباكد واقول دايما على الموضوع ده، مصلحه عامه وليست مصلحه شخصيه. فلما اقول انا عايز اعرف القيد، عايز اعرف المباريات امتى، عايز اعرف بلان واضحه، خطه واضحه للشكل العام، ما بقاش كده ماشي وخلاص زي ما حصل قبل كده وقالوا ده الناس بتطالب بحقوقها. ليه لما النادي الاهلي طالب بحقوقه الدنيا كلها قامت وما قعدتش وما لقيتش حد كالعاده بيقول لنادي الاهلي احنا معاك، الا يعني عدد قليل جدا جدا لا يكاد يذكر يعني. لكن دايما النادي الاهلي بياخد المعارك وبينتصر فيها، لان دايما بقول وبكرر وهفضل اقول ان هو بينتصر الحق والمصلحه العامه قبل المصلحه الخاصه والشخصيه.